النهارده بإذن يسوع هتبقى عنينا مركزة 100% على صاحب الصليب. يقول آمين. لأن هو ده الوحيد اللي هنبص عليه وهيملى احتياجنا الفعلي. آمين. وبعدين يملى احتياجنا الفعلي مش لوقت ولا زمن معين، وقت ساعتين ثلاثة، لكن مجد للرب إنه هيملى احتياجنا إلى التمام. آمين. عشان كده واحنا فعلا قلنا للرب احنا جايين بصين عليك، اللي نظروا اليه استناروا وجوههم لم تخجل. الاستناره جايه والخجل، لان انا لو هبص على حد تاني هيجي لي وقت وهيحصل لي الخجل، لان مهما طلبت من اي انسان ومهما عطاني من كل العطايا اللي عطاهاني، وفيجي وقت من الاوقات يقول لك بس مش قادر. لكن معانا نادى الراعي الصالح اللي مش ممكن يوم من الايام يقولك انا مش قادر كده كفايه، لكن المسيح له كل المجد مش هيقول ابدا لي كفايه. امين. عشان كده رافعين عينينا على ملك المجد يسوع المسيح. الرب بعت لنا باسم يسوع في الطريق لينا لابونا اندراوس باسم يسوع والذي سامح، ومعانا كمان اخونا مانو. حقيقي من كل قلبي عايز احييه بسبب حضوره معانا. حضور مانو هو داخل في الكنيسة، هقوله لكم من كل قلبي صدقوني، حضوره هو داخل كده بهذا المشهد لازم تقول عليه معجزة، لازم تقول معجزة. والمعجزة دي حية في وسطنا. النهاردة ربنا هيديله وقت معانا يقول لنا ازاي عايش المعجزة دي. امين. عشان كده عايزين بعد اذنكم نقدر نقف نصلي مع بعض ونبدأ نستقبل الملك العظيم اللي في وسطنا النهاردة. نستقبل حضور عريسنا يسوع المسيح. عايزين نبدأ نصلي كده ونرفع ايدينا كده على المنبر. ارفع ايدك كده على المنبر وقول له باسم يسوع احنا جايين مجتمعين يا رب تحت راية الدم الغالي يسوع المسيح، وعينينا بص عليك مشتاقين يا رب، مشتاقين نراك وحدك في الوسط. لم يروا احد الا يسوع، واحنا نرضى عنينا من كل قلوبنا يا رب بص عليك وبنقول لك لا نريد ان نرى الا شخصك الغالي. هو ده اللي هيملا قلوبنا وفرحتنا. بارك التعزف، بارك الترانيم، بارك كل صغيره وكبيره اتعمل في اجتماع. خلينا نشوفك وانت بتتمشى وتتجول في الكنيسه بين الكراسي يا رب، وتلمس ناس كثيره وتغير نفس كثيره وتثبت ايمان ناس كثيره، وتعمل معجزه في عقول كثيره وقلوب كثيره يا رب، وتتمجد في وسطنا بامور الهيه مجيده. احنا مستنينك في شفاعه يسوع المسيح. استجيب ولك الكرامة وكل المجد. أمين. ربنا يبارك أخونا بيبو ويستخدمه بمسحة مضاعفة باسم يسوع مع أخواتنا العازفين والمرنمين. جايين النهاردة نتوجك أنت ملك الملوك ورب الأرباب. جايين نشاور على يسوع المسيح الألف والياء والبداية والنهاية. جايين نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا. جايين نقدم ليك يا رب ذبيحة تليق باسمك.
خلي دي صلاتك في الوقت اللي جاي. دينا يا رب النهاردة نسجد ليك بالروح وبالحق. دينا ان ذبيحتنا النهاردة ذبيحة تسبيحنا تكون ذبيحة مقبولة امامك. انك يا رب تأتي وتسكن وسط تسبيحات شعبك في هذا المساء تصنع ما تريد. ولتبني عرشك بنا ولتبني عرشك بيننا ولتبني عرشك بيننا روح الله تعالى ولتبني عرشك بيننا Hallelujah.
شديد الرفعة يلتف بالمجد والظلمة تختفي من وجه ذا الإله من وجه ذا الإله للآلف والياء الكائن للأباء الآب السمائي الإبن الصرمدي الروح الأزلي الروح الأزلي
الأسر. ليس مثلك يا رب في كل الأرض. كم أنت عظيم. مزمور 34، خلينا نقرأ مع بعض. باركوا الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقي. الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. هلموا أيها البنون، استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر، وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير. اطلب السلامة واسعى وراءها. عينا الرب نحو الصديقين، وأذناه إلى صراخهم. وجه الرب ضد عاملي الشر، ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا والرب سمع، ومن كل شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من المنكسر القلوب، ويخلص المنسحق الروح. كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير، ومبغض الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده، وكل ما اتكل عليه يعاقب. عشان كده بيقول بارك الرب في كل حين، في كل حين، في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. أنا عايزكم تفضلوا عدو ريحوا شوية. أنا عايز أقرأ مرة تانية أجزاء من المزمور ده، وعايزك غمض عينيك كده واسمع الكلمات دي، وخلي الكلمات دي تدخل جواك النهاردة. يقولوا بارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحوا. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. عايزك وعايزك تعيد معايا الكلمات دي مرة تانية. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. تاني، ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، مهما كانت الظروف. صح، مهما كانت الظروف. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. مفيش عوز لمتقيه. الأجبال احتاجت وجعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم.
باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة، فالذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة. نفسنا تبارك اسمك. انت اللي بتغفر يا رب جميع الخطايا، انت اللي بتشفي كل الامراض، انت اللي بتفدي من الحفرة حياتي، انت اللي بتكللني بالرحمة وبالرأفة. يا رب انا ابارك اسمك، لانك عظيم، لانك امين، لانك صالح، والى الابد رحمتك. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه ما زال موجود، ينجي عبيده حسب وعده، بنسيف جوليات وقوم بأسود. يا إلهنا الصالح شكرا لك، ما بنشكر مش هنوفك، دي مراحلك الورقين.
شايف إلهي للسلطان ومن أمامي ينقل كلامي بالإيمان بعلن إيماني. شايف إلهي للسلطان ومن واحد على كل حياة. قلبي يا نفسي للمسيح وبصوت الحمد رح اشهد له تثبت صلاة. قلبي يا نفسي للمسيح عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح واليوم مليئه هستنى سوقه
الأعداء نشوف اليوم بيعوض السنين. أفرحنا معك الدوم والقلب النار عمي وعلى نشوف اليوم بيعوض السنين. تسبيحك يملى الكون ونشيك على أولاك وعلك صادق القول مسلو بيرجع العار. تسبيحك يملى الكون ونشيك على أولاك وعلك صادق القول مسلو بيرجع العار. وحدك عننا بالحارب في الصعب وفي الأزمات عندك شفاء وعجايب وديك تصنع آيات. وحدك عننا بالحارب في الصعب وفي الأزمات عندك شفاء وعجايب وديك تصنع آيات. تسبيحك يملى الكون ونشيك على أولاك وعلك صادق مطلوب مسلوب يرجع ضعف. تسبيحك يملى الكون سلطان تسوق راح تيجي بفجر جديد وتحطم القيود. الريح لو صعب عليك فيها سلطان تسوق راح تيجي بفجر جديد وتحطم القيود. تسبيحك يملى الكون انا شيك على وداك وعدك صادق مطلوب مسلوب يرجع ضعف. تسبيحك يملى الكون انا شيك على وداك وعدك صادق مطلوب مسلوب يرجع المسلوب هيرجع. قول اللي جنبك كده خبط عليه كده وقول له المسلوب اللي حاصل في حياتي وحياتك وفي بلادنا في الايام دي هيرجع اضعف. امين هيرجع اضعف. مش مصدقني؟ لو مصدقني قولوا لبعض. مش بتقولوا لبعض انتوا بصين لنا، قولوا لبعض. خلينا نعلن النهارده، اعلن كده بإيمان ان المسلوب هيرجع اضعف، هيرجع اضعف. هللويا. زيد المسيح تسبيح على
هللويا. احنا بنبارك اسمك لانك حي، لانك موجود في وسطينا، لانك مسيطر على كل الامور. لانك صالح للكل، لان مرحمك على كل اعمالك، لانك جاي تحول كل رماد الى جمال، لأنك جاي تحول كل حزن إلى أفراح، لأنك جاي يا رب تتكلم على كل موت يا رب بالحياة. جاي نبارك اسمك لأن وحدك تستطيع. أنت اللي بتخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. احنا بنبارك اسمك. ارفع يداي عاليا لله الذي له تسبيحي، افتح كل قلبي لربي الذي له تسبيحي. ارفع يداي عاليا، ارفع يداي عاليا لله الذي له تسبيحي، افتح كل قلبي لربي الذي له تسبيحي. جمال بدل الرماد، البسري ثياب الخلاص
أخضع لشخصك أنحني أمام عرشك أرفع يدي لك أشد مجدا لاسمك أعبدك بالروح أعبدك بالحق وأنت كل حياتي ربي ملكك أسجد أسجد كن حياتي ملكك. مبارك اسمك يا رب. هاللويا. تفضلوا. امين. امين. ربي يبارك اخي بيبو. عندنا وقت مهم جدا هنقضيه مع اخو مانو. هنسمع كلام كويس. عايزين نرحب بابونا المبارك ابونا اندلعوس. نقول الحمد لله على السلامه. عايز اقول جمله جميله قبل ما اخونا مانو يتفضل. التلبه اللي طلبها المسيح لها كل المجد اللي قال اللي يريد ان يكون الجميع قول معايا يكون الجميع واحد. نشكر الرب. الرب بدا بامور عظيمه وانا واثق الايام الجايه هتبقى اعظم 100 مرة صدق. مش عايز اقول له مش عايز احددها لكن هقول لك هيبقى اعظم 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 جدا. والبدا بالقدر الكف الصغير هنلاقي الايام الجايه المطر جاي علينا كلنا. امين. جاي على كل الكنائس مصر باسم يسوع. والجمله اللي دايما بحب اقولها مع اخواتي اهلي اللي موجودين في كنيسه المسيح دايما بقول هذه الكلمه وانتم عارفينها دايما اقول الارثوذكسيه في الكاثوليكيه في الإنجلية بيساووا أمين. ولو قلنا واحد في واحد في واحد في واحد في واحد هتوصل ليه؟ هي واحد. نشكر الرب إن كنيستنا هي واحد وزي ما المسيح له كل المجد الواحد يبقى احنا واحد باسم يسوع. أمين. عايزين نسمع الكلام المبارك وعايزين نشكر جدا جدا قناة الكرمة بتبث بث مباشر. شكرا ليك يا أخ سمائيل وكل الإخوة المعانين اللي معاك دايما نتبارك بحضورك معانا ورب يبارك قناة الكرمة. ممكن نحيي قناة الكرمة. في بث مباشر دلوقتي موجود في البيوت. أتمنى أن من كل قلبي تكون سبب بركة لكل العالم اللي سمعنا في هذه اللحظات ويكون سبب بركة أخونا مانو الشهادة اللي رب حطها على قلبه ويقول لهنا باسم يسوع. مساء الخير. صوت بس راح. مساء الخير. اتكلم. اوكي. انا اسمي الحقيقي مانويل غالي نيك نيم مانو. عندي 28 سنة وسبع شهور تقريبا. اللي حصل ان انا لما كنت في سنة تانية كلية هندسة في الجامعة الامريكية ممكن نمديره مكان
كنت عايز اعفيه من الوقفه دي بس هو اللي مصر يعني. فالحادثه كانت يوم 21 نوفمبر 2003 تقريبا، يعني بقى لها 9 سنين وشهرين وبضعه ايام. النتيجه او التحليل الاولاني من الحادثه، التشخيص كان هو شهر رباعي تام من اعلى الرقبه لحد اخر صوابع اقدامي الاثنين، في كسر في الفقرات في ليفل C4 وC5 مع قطع في النخاع الشوكي وعدم القدرة على الحركة تماما أو الإحساس بأي شعور في الأعصاب. قضينا في المستشفيات تقريبا سنة ونص، سنة وثلاث شهور منهم ما كنتش بتكلم خالص. أنت متأكد عايز تفضل ماسك؟ في خلال السنة ونص دي ماما كانت مرافقاني في المستشفيات all the time، كان أغلبية الوقت هي بتقضيه على كرسي، لما كان موضوع بيرتقي شوية كانت بتبقى على كنبة، يعني ما قعدتش تقريبا على سرير غير وأنا في ألمانيا خلال 5 شهور في العلاج وفترة لما رجعنا البيت. أنا عامة بحاول يعني أضحك الناس وكده بس مش عارف، عايز أعيطكم شوية. الظروف اللي احنا بنمر فيها يوميا هي يعني مش عايز اقول صعبة، هي مستحيلة ومؤلمة للغاية، ولو قعدنا نتكلم ونحكي فيها هنكتب ورق من هنا للقمر رايح جاي. ولكن يعني احنا بس مش الظروف كل يوم، على مدار اليوم الاحداث بتتغير، ولكن في الظروف دي احنا بنختار ان احنا نبص على المسيح، ولما حد بيبص على المسيح ان هو شمس البر بيغير الواقع المظلم اللي هو يكون عايش فيه. في بعد رجوعي الى البيت في الحادثه وابتديت اشوف اصحابي اللي اتخرج واللي اتجوز واللي سافر واللي هاجر واللي اشتغل، كان عندي قرار من اتنين. هو البني ادم عباره عن قرارات، وقراراتك دي واختياراتك لقراراتك هي اللي بتشكل حياتك اللي بعد كده. فالقرار كان عندي سنة 2005 لما رجعت البيت. معلش ثانية واحدة ماهر، لو ماهر انا مش شاطر برضه في حكايه ان انا اعيط الناس قوي فعافيكم المره دي. فالقرار اللي كان عندي كان حاجه بسيطه، يا اما اختار ان انا استسلم للوضع الحالي اللي انا كنت فيه واقبل الموت واستنى لحد ما يوم حياتي تنتهي تيجي فيه، يا اما اغير الموضوع ده، احول احطه واثق فيه في ايد ربنا وعارف ان هو هيحول اللعنه الى بركه. فأولا الاكتئاب ده حاجة قاتلة لوحدها، فلو واحد صحته تمام ما فيهوش أي حاجة واقتنع إن هو خلاص هيموت وجاله كل اكتئاب نفسي في الدنيا خلال شهور بسيطة هيودع حقيقي. يعني كل دكاترة اللي اتفقوا عليه إن أنا المفروض ما كنتش عشت من بعد أسابيع بسيطة من الحادثة. لما رحت ألمانيا دكاترة قالوا أنت علشان والدتك دكتورة وهي عارفه تاخد بالها من حالتك كويس جدا عايش لحد دلوقتي، بس المفروض ما تكملش. امبارح خالي كان بيكلمني من امريكا وهو كان موجود معايا في الفتره اللي انا كنت قاعد فيها في المستشفى، وقال لي لاول مره ان الدكاتره جم قالوا له ما تنتظرش ان هو يعيش بعد 2005 تاني، ان هو مش هيكمل. الاختيار اللي انا قررت اخده ان انا مش عايز استسلم لهذا الوضع، ان اللي انا واثق ان في حاجه افضل من كده والرب ممكن يستخدم الضعف الى قوه. لما طلبت من ربنا ان هو ينهي هذا الالم، رب رد علي قال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. مش معنى ان هي
إزازة فيها شوية مية هتكملها للآخر. تكمل بالإنجليزي يعني perfect، يعني إلى أتم شكل ممكن توصل ليه. أنا مش عايز أطول عليكم عشان عايز أبونا أدراوس وبعديها عايز أسيس سامح. اللي عايز أقوله إن في ظروفك الصعبة افتكر إن في ناس في ظروف أصعب منك بكتير. أنا شخصياً أعتقد أنا الوحيد في القاعدين اللي جيت على ويل شير في الكنيسة على كرسي وعجل. حتى أنا شفت ناس أوحش مني بكتير من خلال زيارتي لألمانيا ودكاترة أصدقاء ليا. كنت بشوف ناس على سراير ما بتعملش حاجة غير إن هي تتنفس، متوصلة all the time بأجهزة بحيث إن هي سعيدة إن هي تتنفس بس. جهاز منهم كان متركب لي أنا لما كنت في أوائل شهور في المستشفى، كان هو بيتنفس بدالي. الحاجة اللي بتكسر قلب الله وإنجاز التعبير تحجب إيد الله إن هو يتدخل في حياة الإنسان أو هو ينقذك من المشكلة اللي توقع فيها هي التذمر والشكاية على الله، لأن ده بيولد كبرياء ورفض إن الله يشتغل في حياتك. لكن اللي فعلا بيلمس قلب الله واللي بيخلي الله يتدخل في مشكلتك ويأتي إليك هي حياة الشكر والخضوع والخشوع أمام الله. دي كانت الرسالة اللي أنا عشتها ولازلت بعيشها لحد اليوم. سألت ربنا طيب يا رب أنت ليه ما تشفيش وتخلص الموضوع على طول؟ لقيت أن ربنا بيقول أن أهم حاجة عنه هو خلاص الإنسان الأول وخلاص النفس. عشان كده المسيح جه عشان يفدي البشرية ويكون ليهم خلاص. هدف الله الأول والوحيد خلاص البشرية، مش مجرد شفائه الجسدي. أنت أول مرة أفهم معنى آيتين، إن آية القلق الراجل اللي باع القلق الصغير اللي عنده عشان يشتري القلق القلقة الثمينة، أنا ما اهتمتش إن أنا أفهم معناها. أنا توقعت لوجيك، يعني واحد بيتاجر في القلق باع القلق اللي معاه عشان يشتري الثمينة. لكن ربنا قال لي لا، هو ضحى بكل حاجة في العالم علشاني أنا، علشان ياخدني أنا، عشان يرث الحياة الأبدية. كمان افتكرت كلام المسيح للكتبة والفريسيين لما كان بيقول أنتوا بتهتموا بالكوباية من بره، طفيتها من بره، لكن أنا بهتم من جوه. لازم الإنسان يكون نظيف من جوه علشان يعرف يستمتع بيا وتكون في شركة مع الله. علشان الواحد يفتح قنوات مفتوحة بينه وبين الله لازم ياخد حياة الشكر، حياة الاتضاع والخشوع أمام الله حتى في ظروفك الصعبة. أنا شايل جزء من الصليب، لكن حياة الشيء الصليب كله هي ماما في هذا الموقف وهذه الظروف من كل شيء بلا استثناء. التعويض اللي ربنا اندهولي في هذا الوقت ان انا كمان دخلت الجامعة من خلال برنامج بستخدمه بالصوت بعرف اكتب بيه، هو بيتعامل مع الكمبيوتر كأنه ماوس وكيبورد. فدخلت الجامعة من مرة تانية، لكن مش جامعة امريكية، التحقت بجامعة في امريكا completely online من خلال الانترنت. ببعت زي بجاوب على أسئلة وبنعمل بحوثات وفصل، لكننا فصل قاعدين مع بعض وفي نفس اليوم الدراسي. خلصت الشهادة دخلت على التانية على ليفل أعلى، فبقى عندنا جروب نتواصل مع بعض كل واحد في حتة مختلفة في العالم، وبنقدم البحث ده للدكتور ندى وبيرد علينا. والمجازات اللي كانت ليا إن كانت درجاتي عالية جدا في الفصل، وكانت الدكاترة مستغربة زي حد في حالتك انت يعرف يعمل اللي ناس كتيرة قوي على ايديها ورجليها مش عارفة تعمله. حاجة تانية ان في 2008 كان كنت ابتديت اشتغل، كان الناس انا الكمبيوتر بيكتب الانجليزي بس، فناس يبعتولي اي دوكومنت بالعربي وانا احوله من عربي الانجليزي وابعتها لهم تاني.
حاجة ثالثة بقى اللي هي أكبر تعويض ليا اللي هي الخدمة، إن من يوليو 2009 ابتدى ربنا يستخدمني في الخدمة، وابتديت أستغرب قوي يعني يا رب تستخدم واحد زي أنا في الخدمة، طب اشفيني الأول وأنا أخدمك. فالرب قال لي لأ، فأنت كده هتعرف تلمس قلوب الناس، وأنت كده هتشهد لي في الضعف زي ما تشهد لي وأنت على رجليك. انا هشفيك بس لازم الناس ترى ان في اكزامبلز في الحياه تشكر الله في ضعفها، تشكر الله وهي في ظروفها الصعبه. احنا الظروف الصعبه دي بتقوينا اكتر في علاقتنا مع الله. كتاب في رساله يعقوب الاصحاح الاول وعدد 12 بتقول طوبى للرجل الذي احتمل التجربه لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياه. وانا فاكر نيك الولد المولود من غير دعات ورجلين عمل فيلم اسمه Butterfly Circus، بيقول فيه ان كل ما الستراجلز المشاكل بتكون اصعب كل ما الاكليل بيكون اعلى. وانتظر اليوم اللي اكون فيه على رجلي، بس الى مجيء هذا اليوم انتظره بفرح وبمجد، وكل يوم في حياة اعمق مع الله. مرسي لوقتكم. احنا محتاجين نقدم تحية تاني لمامته. ربنا يباركك يا مانو وقصته. وانا عايز اقول جمله صغيره جدا، اللي زعلان من ربنا واخد خاطره منه يبص على مانو. انت في ناس احيانا بتزعل لان باباها ولا مامتها بصلها بصه مش عاجباهم لعتاب طويل. نقدر باسم يسوع مفيش عتاب، لكن في حب وفي خطوه ايمان هتاخدها الايام اللي جايه، وكل التذمرات اللي في داخلك هتتشال وتتمسح النهارده هنا في الكنيسه. مين يقول امين؟ اي تذمر جواك واي زعل جواك سيبه هنا واخرج من غيره، لانك انت في بركه عظيمه، في بركه عظيمه. امين. اهلا بك يا سيد سامح، الحمد لله على سلامتك في كنيستك. اليوم ده مناسبته بحقيقي احنا مسمينه مصر الجديده بتصلي. حتى اللي ارى كده في الاعلان بتاع سات 7 بتلاقي مكتوب كده كنيسه المسيح مصر الجديده، كنيسه مصر الجديده، مصر الجديده بتصلي. واحنا هنصلي النهارده مع ابونا عندراوس وهنتبارك بيه، وعايز اقول له اهلا بيك في كنيستك يا ابونا، وهيستخدمه رب استخدام عظيم. ازيكم؟ مبسوط ان انا اكون معاكم. ومصر الجديده تصلي ده اسم نبوي، يعني هيجي يوم وتبقى مصر كلها جديده وكلها بتصلي. امين. هل ممكن مصر تبقى جديده وكلها تصلي؟ نؤمن. هل ممكن مانو يقف على رجليه ويقف يوعظ وهو واقف؟ نصدق، نؤمن. لو كانت حتى مصر مشلوله شلل رباعي دلوقتي وبيحركوها بكراسي، واللي بيحركوها بالكراسي مش عارفين سكتهم، مانو معاه واحد صاحبه بيقول له اعدل رجلي كده بيفهمه، ومعاه مامته بتقدر تفهم مشاعره وبتقدر تحركه وبتقدر تتعامل معاه، ومعاه مجموعة من المؤمنين بيتفاعلوا معاه. مصر محتاجة ناس تعرف رؤيتهم، تعرف الرؤية الصح. لكن في أعظم من كده، إن مصر محتاجة من يقول لها قومي ولتتشدد ركبتاك وقدماك، قومي اطفري، قومي اقفزي. ممكن يحصل؟ أمين. هيحصل ده. أمين. ساعتها منو هتعرف تخدم براحتك، هتقف وتقول مصر قامت، مصر هتقوم، ومنو هيقوم. امين.
أنا بحس إن مانو يعني مشكلته أسهل، لأن مانو القيامة بدأت جواه. إحنا محتاجين إن مصر تبدأ القيامة في داخلها. قبل ما تقف على رجليها تقف الأول من جواها. كل مشكلة رميانة هي مشكلة مش خارجية، هي مشكلة من الداخل. إحنا محتاجين نقوم من جوه، بعد كده هنقدر نقوم من بره بسهولة. طيب انا مشغول اتكلم معاكو عن ايه؟ ازاي مصر تقوم؟ ازاي مصر تقوم؟ ازاي مصر تطلع من التخبط؟ ازاي تاخد استنارة؟ ازاي يحصل ده؟ عندها مشاكل، وكل واحد بيدعي ان عنده الحلول، وكل ما نجرب واحد عنده الحلول بنكتشف ان حلوله مشاكل، ويتخانقوا مع بعض مين يطرح الحلول، واتاري كل واحد منهم بيتصارع ان هو يزود المشاكل مشاكل، ويفضل التخبط، والكل مش عارف كيفية الخلاص. ويقول لنا معلمنا بطرس كده بوضوح، أو بلغة الشباب وش كده، ليس بأحد غيره الخلاص. بس الناس مش مصدقة، الناس مش مصدقة، وربنا مطول باله بيقول لهم استنفذوا كل حلولكم، جربوا كل أدويتكم. يا ترى وصلتم للشفاء؟ بس كل ما الوقت بيطول كل ما الحالة بتتدهور، وكل ما المرض بيتفاقم. طيب نعمل ايه؟ نصلي. طب ازاي نصلي؟ يبقى في كنيسة. الله، وفي كنيسة الحمد لله، ده 3 كنايس زي الفل اهم، مش كده يا حضرتك؟ عندنا كنيسة أرثوذكسية، الكنيسة الأم، حد يقدر يعترض؟ كنيسة الأم. وعندنا كنيسة كاثوليكية، الأب يمكن، ولا مش عارف يعني. مش الأب طبعا، كنيسة تانية، والكنيسة الإنجيلية. والحمد لله احنا في عصر انفتاح، وبقينا بنصلي مع بعض، وحاجة رائعة جدا وزي الفل. لسه يا ترى كده هو ده كل مقاصد الله؟ يعني مقاصد الله ان احنا الحمد لله بقى في نوع من التقارب، وبقى ابونا بيقف يصلي مع اخواته الكاثوليك والانجليز. مش بس ابونا، ده البابا كمان، والاباء الاساقفه، والرؤساء الطوائف، وحاجات رائعه جدا بتحصل، حاجه حلوه قوي، حاجه عظيمه جدا. اذا صلواتنا مستجابه بعون الله. لا لسه، لان مش دي الكنيسه اللي لسه ترضي قلب الله. لان هو ربنا مش عايز شكليه في اي شيء، عايزنا نطلع شويه من الشكل وندخل في الجوهر. مش عايز نقابل بعض. عارفين الوحده العربيه زمان اما كانوا الملوك والرؤساء العرب يتقابلوا مع بعض وياخدوا بعض بالحوض ويطلعوا بعد كده كل واحد في وادي؟ احنا الحمد لله مش بنشتم بعض دلوقتي، نشكر الله، لكن لغاية دلوقتي لسه مش قلب واحد، لسه مش روح واحد، لسه ما تحررناش من الشكلية، لسه بنمثل كنيسة، بنلعب كنيسة، مش كنيسة حقيقية. يوم ما يبقى فيه كنيسة حقيقية حسب قلب الله، نقدر نقول للجبل انتقل من هنا إلى هناك يطعنا. نقدر نكون قادة ومشيرين للدولة. نقدر نحل بسلطان الروح القدس المشاكل اللي بتقابل البلد وبتقابل العالم كله. اوعى تفتكر ان الرب بعتنا علشان نعمل ديانة جديدة ونقعد نتخانق مع بعض. هو الدين عند الله ايه؟ ده ولا ده ولا ده؟
ونقعد نتنافس مع بعض، لا خالص. القصة مش تدين، القصة مش منافسات، القصة ما هياش حملة لجلب أعضاء للكنائس بتاعتنا، مش هي دي القضية. شو الرب عايز؟ حياة تشهد عن حضوره، الناس كده تشوف تشم تلمس حضور الله. انت لو جيت اتكلمت مع واحد مش مسيحي قلت له الله ظهر في الجسد، يقول لك استغفر الله العظيم، وده معقوله برضو كلام؟ انا بصراحه لو سالتني هقول لك هو عنده حق، انا هقول معاه استغفر الله العظيم بجد. عارف ليه؟ لان كلام لا يقبل بالمنطق، لا يقبل بالفهم. وتجيلنا اسئله كده، يا انتوا يا اسس يا مسيحيين، هو برضو معقوله ربنا يبقى انسان ويتضرب ويجوع ويعطش ويخش الحمام والكلام الفاضي ده؟ ده معقول؟ استغفروا الله، لهم حق، له حق اي واحد يقول كده. عارف نقول له حق ليه؟ عشان ما شافش المسيح في وسطينا. المساله دي ما تتفهمش بالعقل، المساله دي تستعلن بالروح القدس. لا يستطيع احد ان يقول مسيح رب الا بالروح القدس، ومش هيقدر يشوف المسيح الا لو كان احنا فينا الروح القدس. لو دخل في وسطينا وشاف روح الله جوه الكنيسة يشهد بالحقيقة انه المسيح هنا، ان الله ظهر في الجسد. احنا دلوقتي ناس بتقول عايزين نعمل صلاة ونشكر الله، بقينا نصلي مع بعض وبقينا بنحب بعض، بس بيبقى واحنا الحمد لله وحدة. اول ما يقول له وحدة يروح الناس مسقفين، واول ما تفتح النت يقول لك احنا نريد الشعب يريد وحدة الكنيسة. حاجة رائعة جدا، بس الوحدة مش الهدف. اوعى تفتكر ان الوحدة الهدف، اوعى تفتكر ان احنا ما نعمل وحدة في مصر ونقول الكنيسة المصرية المتحدة هو ده الهدف. لكن الهدف الكنيسة المتحدة بتعمل ايه؟ الكنيسة المتحدة بتعبد ازاي؟ الكنيسة المتحدة بتقوم بدورها ازاي؟ هو ده الهدف. مش الهدف بس نعمل كنيسة متحدة. والمشكلة ان ساعات كتير بنعمل كنيسة متحدة شكلا، يعني نعمل كرنفال كده زي 11-11، نتجمع نصلي نرنم نطلب حضور الله ويجي الشعب كله يحضر، ويبقى مع الكرنفال ده مجموعة من الناس ومجموعة تانية متعارضة او معارضة. ناس يقولوا ده كلام حلو قوي بيصلوا، وناس تانية بيقولوا لا الطريقة بتاعتهم وحشة. واحد بيقول ده بيسقفوا، واحد بيقول بيصفروا، واحد بيقول بيعلوا صوتهم، واحد بيقول بيشغل موسيقى، واحد يقول مفروض ما فيش موسيقى، واحد يقول بترانيم، واحد يقول لا نعملها بتسبيحة، واحد يقول، ونقعد نتكلم في الكلام الفاضي ده وننسى الهدف. احنا عايزين كنيسة حقيقية. جوه كنايسنا الأرثوذكس في كنايسهم يقولوا بالحقيقة نؤمن بإله واحد، وبعدين يقولوا إيه؟ كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة. والبروتستانت يقولوا كده، والكاثوليك يقولوا كده. من جوه القلب، جوه بيتك تقول كده. إمتى الكنيسة تكون فعالة في المجتمع، تغير المجتمع، تغير وتغير النفوس؟ امتى؟ امتى؟ عايزين تعرفوا امتى؟ تعالوا نرجع للكنيسة الاولى ونشوف كانوا بيعملوا ايه الكنيسة الاولى. الموضوع بتاعي كده هحاول امشي بسرعة، اسمه اسباب القوة في الكنيسة الاولى. علشان تدرس الضعف اللي انت فيه لازم تدرس القوة اللي كانت فيها. علشان تعرف السكة شوف الكتاب المقدس قايل لنا ايه عن الكنيسة الاولى. أول حاجة موجودة في أعمال الرسل في الإصحاح الأول، يقول كده: الكلام الأول أنشأت يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. أوصى بالروح القدس، كان في وصية بالروح القدس، والوصية دي وصية بوعد. قال لهم كده في عدد 5:
يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. ويقول لهم في عدد 8 لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. النقطة الأولانية عشان تبقى كنيسة حقيقية، عشان مش كنيسة متصنعة بالمبادئ الرائعة الإنسانية، لا، كنيسة مصنعة بالروح القدس، إنها تاخد الوصية دي وتقعد قدام ربنا وتقول له أيوة أنا مصدق إن في وصية. الوصية بتقول أنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. تزعلوش مني وأنا بقول إن مفيش حقيقة في كل كنايسنا اهتمام كما ينبغي بالروح القدس. تزعلوا مني لو قلت كده؟ تزعلوا مني إن الروح القدس لما بيعدي كده في أي كنيسة من الكنايس مش بيلاقي متسع في القلوب والأذهان عشان يتعامل مع الناس؟ بيخش كده كأنه ضيف. ده لو قبلوه ضيف، لو قبلوه ضيف وادوله متكئ الأخير يبقوا يشكروا يعني. لكن مفيش حد بيجي للروح القدس ويقول له يا روح الله، كنيسة يعني مولودة يوم حلول الروح القدس، كنيسة يعني تتحرك بالروح القدس، كنيسة يعني قوية بالروح القدس. اتفضل اطلع على المنبر، اتفضل اطلع على المنبر، ما تقعدش ورا، مش مكانك ورا، انت مكانك تسود وتقود، انت روح الله. لكن مين بيستنى الروح القدس؟ مين بيهتم بالروح القدس؟ مين بيقعد مع ربنا كده يقول له يا روح الله انا هسكت وانت تتكلم، لان ينبغي انك انت تزيد وانا انقص. اتفضل خد راحتك، خد مكانتك، خد مجالك، خد اتكلم. في يوم الايام عزمنا واحد وعظ، كان رجل الله زمان ايام ما كنت شاب صغير كده بخدم في دمنهور. فالراجل ده كان رجل الله كده، راجل صعيدي، وكان قاعد في اوضه فوق، قال لهم اقعد في الاوضه شويه اصلي وبعدين انزل. فخلصنا العشيه وابونا قال اطلع جيب الراجل اللي فوق. طلعنا خبطنا عليه، اتفضل يلا جاهزين. قال شويه بس. نزلنا لابونا قال بيقول شويه، قال طب رنموا قبل ما يجي. كانت عندنا الترانيم يا خبيبه زمان يعني بنسد بيها الايه الفراغات يعني، فبنصلي لغايه لما ابونا يخلص أو لغاية لما الواعظ يجهز. فقعدنا نرنم كده وبعدين طلعنا خبطنا عليه، تفضل. قال لي استنوني شوية. فطلعنا له تاني، رحنا لأبونا. قال اطلع قول له فاضل لك ترنيمة. هو احنا طالعين لسه هنخبط، لقينا الراجل بيصلي بيقول ايه؟ بيقول له وأنا هنزل من غيرك ازاي؟ ما أنت لو ما جيتش معايا أنا مش هنزل. كان معايا واحد، فقلت له هو مين معاك هو؟ مين اللي بيكلم بينا ينزل معاه؟ اللي روح القدس. خبطت عليه قلت له ده فاضل لك ترنيمه. قال لي خلاص قرب يجي اقفل. قفل الباب ونزل، وساعة لما نزل حضر الروح القدس. واحد متعلق بالروح الله، متعلق بالروح، واحد ممسك بالروح. الآباء القديسين عندنا زمان كان في منهم ناس اسمهم اللابس الروح، اللابس الروح، المتسربل بالروح. فعشان كده لما يعدي في الشارع الناس تتغير من غير ما يعمل حاجة، لما يرفع ايده السماء تتفتح من غير ما يعمل حاجة، الناس تشم ريحة المسيح الزكية من غير ما يتكلم. في روح الله. يا ترى احنا مهتمين بروح الله؟ كم واحد بيقعد قدام ربنا كل يوم يقول له املأني بالروح القدس؟ مش هتحرك غير بالروح القدس. مفيش نهضة في كنيستي إلا بالروح القدس. أنا وأخويا هنتجمع ونطلب الروح القدس. فهمني الإنجيل بالروح القدس. أنت على لساني بالروح القدس. ما عرفش أعمل حاجة غير بالروح القدس. عايزين كنيسة كده. النقطة الثانية في أعمال واحد برضو عدد 14 يقولك هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع أخواته. يواظبوا كل يوم، كل يوم بيواظبوا ليه؟
لدى عندهم وصية منتظرين تنفيذها. قال لهم لا تبرحوا أورشليم قبل أن تلبسوا قوة. امكسوا تنتظروا الرب. فقاعدين مواظبين بيصلوا بروح واحد بيقولوا له املأنا بالروح القدس. مواظبين على الصلاة. اطرحنا مواظبين ولا مش مواظبين؟ مصر الجديدة تصلي النهاردة وبكرة بقى ايه نظام؟ تتعشى وبعد بكرة عايزين نصلي على طول. مواظب مش معناها ان عندي فروض صلاة اصلي مهما حصلي، لا مش ده المقصود. لكن اصلي يعني اتصل، ادخل في اتصال لان انا بحبه وهو حبني، انا لما حبني حبيته ودخلت في شركة او دخلت في المغنطة الالهية مش قادر اسيبه، انا عايزه بقوة اكتر. في ترنيمة كده يقول له لسه في قوة اكتر، لسه عندك اكتر، اسكب اكتر، في سكيب جديد. في ناس كانت كده. مين يواظب كل يوم مع اخواته بنفس واحدة؟ الكنيسة اللي تعمل كده كنيسة هتجتاح العالم. الكنيسة اللي هتعمل كده مع احترام يعني للمناقشات اللاهوتية والعقيدية التي تقارب بين الكنائس، أكثر شرعية لأي كنيسة في العالم هي أنها تكون مؤيدة بالروح القدس. الكنيسة اللي هتؤيد بالروح القدس مهما اختلفوا معاها عقيديا هيمشوا وراها ويقولوا هو ده طريق الرب، هو ده. عايزين كلنا والكنيسة يا جماعة. أنا كرهت كلمة بروتستانت أرثوذكس وكاثوليك، لأن مجرد ما بنقولها بيحصل تصريب للقوة. أنا مش ضد، أنا مش مبدئي اسمه لا طائفية زي ما في ناس بيقولوا. أنا لا طائفي يعني أنا كله عند العرب صابون يعني. لا أنا مش معناها كده، أنا بحبش كده. أنا أرثوذكسي وأنت كاثوليكي وأنت بروتستانتي على عيني وعلى راسي. دي حاجة تريحك وأنت بتعبد الله. دي حاجة طريقة وفكر وكيان مريح بالنسبة لك، مقتنع بيه، محدش قالك تغيره. لكن هذا لا يعني أنك تكفر الآخر، هذا لا يعني أنك أنت الوحيد اللي على صواب والباقي غلط، هذا لا يعني أن أنا ما اتجمعش معاك وصلي، لأن لينا إله واحد، ولأننا نؤمن مع بعض بإله واحد، ولأننا نؤمن بمخلص واحد، ولأن لنا كتاب مقدس واحد، ولأننا نؤمن بالروح القدس الواحد، ولأننا نؤمن أن لنا كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. إلا لو كان ده كلام وخلاص ويبقى اسمنا بنلعب كنيسة مش كنيسة حقيقية. لو كنيسة حقيقية ممكن تكون كل واحد له عقيدة لكن لينا قلب واحد ولينا نفس واحدة ولينا أيادي مرفوعة واحدة ولنا ركب محنية واحدة. مواظبين على الصلاة منتظرين سكيب الروح القدس. النقطة الثالثة ان نتيجة هذه المواظبة جه في يوم كده في تكوين 2 يقول لنا عدد 4 وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة جديدة كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. امتلأوا بالروح القدس. هتقول لي بقى لما أخذ يعني زعلوش مني برضه يخش بقى الكلام العبيط مؤاخذة يعني. واحد يقولك يعني امتلأوا بالروح القدس جرى لهم ايه يعني؟ مناخيرهم احمرت والناس بقى في ناس يعني يقولك بيتكلموا بألسنة غلط والتاني يقولك لا الألسنة صح موجودة في الكتاب ونقعد نتخانق بالألسنة نتكلم بألسنة ولا ما نتكلمش بألسنة ونسيب روح القدس نفسه نسيب أن نمتلئ بالروح القدس ونبتدي نتخانق على العلامات وعلى الأمور وعلى العطايا وعلى المنح اللي بتعطى بجانب الروح القدس. عارف أنا بفهم ألسنة جديدة يعني إيه؟ أنا مش بعترض على الألسنة على فكرة
انا موضوع التكلم بألسنة ده مكتوب في الكتاب، وانا اي حاجة تكتب في الكتاب لا تسقط بالتقادم، اؤمن انها لا تسقط بالتقادم، ماشي. لكن انا بفهم دي وبتكلم معاها ازاي، ان يتكلموا بألسنة جديدة يعني يسيبوا الألسنة البشرية الساقطة، يسيبوا الكلام السلبي الساقط، يسيبوا الكلام اللي قبل حلول الروح القدس، ويتكلموا كلام مملح بملح، كلام صاحبه منقاد بالروح القدس، يتكلم بكلام الله، يتكلم بكلام الله. رحت مرة كنيسة في الصعيد كده في قرية صغيرة، أوعز مرة دعوني، فكان في عندهم أبونا عنده 101 سنة ما كانش بيقدر يتحرك من بيته جوه الكنيسة، فحطينه على كرسي متحرك كده وقالوا لي تعالى سلم على أبونا الكبير. فدخلت سلمت عليه وقلت له صلي لي، قال لي أنت صلي لي، قلت له صلي لي قبل الموعظ، قال لي عبارة واحدة، قال لي لتكن كلماتك كأقوال الله، كأقوال الله، كلماتك كأقوال الله بس. طب احنا محتاجين نمتلئ بالروح القدس ونتكلم كأقوال الله، مش هنختلف مع بعض بتتكلم بألسنة ولا بتتكلمش بألسنة مش قضيتنا، لكن تتكلم كأقوال الله، كل كلمة تقولها كأن الله ينطق بها. امين. انا اتكلمت عن 3 حاجات، حد فاكرهم ايه هما؟ اصل خلي بالك بتوع الكنايس دول بيعملوا ايه، بيحترفوا الوعظ ويقول لك ابونا ده بيوعظ حلو وابونا ده بيوعظ وحش وده بيعلي صوته وده لا، القصه مش كده. 1، انا اتكلمت عن ايه؟ اول نقطه وصيه بوعد، 2 مواظبه عشان منتظرين لتنفيذ الوعد، 3 امتلاء بالروح القدس. طيب 4 بقى دي حاجه محتاجينها قوي الايام دي، ومش حط مش هت بلدنا مش هتتغير الا بيها، اسمها شركه المؤمنين. ايه شركه المؤمنين دي؟ يقول كده الكتاب في عدد 42، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركه وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمون بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. هي دي الكنيسة اللي تشهد عن المسيح، هي دي الكنيسة اللي الجيران لما يخشوا عندك يقولوا مسيحك حلو قوي، ممكن نقعد عنديكم شوية، يشموا ريحة المسيح من غير ما تتكلمي ومن غير ما تعلمي ومن غير ما توعظي. جو الفرح، جو السلام، جو الصلاة والطهارة والبركة اللي موجودة في بيتك تجتذب النفوس من بره ويقولوا بالحقيقة هنا الله يسكن. دي شركة المؤمنين، شركة المؤمنين، شركة المؤمنين. مش ان انا مسألة شكلية، اهلا وسهلا نشوفك الحد الجاي ان شاء الله، ده لو قلتها يعني. يا مناس احنا بنتناول في الكنيسة الأرثوذكسية، بنؤمن بنتناول من جسد واحد وبنشرب كأس واحد عشان نكون أعضاء في نفس الجسد، أعضاء بعضنا لبعض. عارف ايه هو التدين اللي يفرق عن الإيمان؟ انك تخش كده وتقول ايه، انا راح اتناول، وتلاقي واحد في السكة كده معطلك تروح زقه عشان تخش تتناول، توقعه هو انت تروح تتناول. ولو الكنيسة كبيرة قوي تبقى قاعد انت مركز في الوعظة والست عجوزة واقفة جنبك تقول لي خليها تولع، انا مالا، انا عايز اسمع الوعظة،
انا جاي اسمع الوعظه. احنا بنجيب ابونا ده كل يوم، انا عايز اسمع الوعظه. مش مهم الست دي اهو، ده اسمه متدين، ها ده مدروش، ده تلاقيه مدمن اجتماعات، طالع من هنا رايح هناك، طالع من هنا رايح هناك، لكن ما عندوش شركه، ما عندوش شركه مؤمنين. ما بيقولش لا انا يسوع مش هيكون موجود الا لو اخويا كان موجود. ما بيقولش لنفسه ازاي انا هقف قدام ربنا من غير اخويا. الكنيسه القديمه او الكنيسه الجديده بتحرص على شركه بعضها لبعض، اعضاء جسد واحد. مفيش عضو يقع وانا ما اقعش، مفيش عضو يتالم وانا ما اتالمش، مفيش عضو يفرح وانا ما افرحش. احنا اعضاء جسد واحد. وهقول لكم حاجه بالذوق كده يعني خدوها، الاغنياء يدوا الفقراء قبل ما الاغنياء هيبقوا فقراء غصب عنهم في الايام اللي جايه الحلوه دي. يعني كان كل شيء بينهم مشترك، خليها بمزاجك احسن، خليها بمزاجك، ودي الفقير ها وافرح وفرحه. وانت هتعرف حاجه حلوه قوي، انت بيبقى عندك فلوس عشان تطمن بيها، بس في حاجه احلى بالاطمئنان، انك تفرح. مغبوط ان هو العطاء اكثر منين؟ عارف لو اكلت واحد غلبان، عارف لو فتحت بيتك ولميت اخواتك وصليتوا مع بعض، طلعت تحت البلاطه وشاركتهم فيها، الفلوس قيمتها تبقى عاليه قوي عندك. استفدت بالفلوس انت، حطها في البنك بقى وقول اصل سعر الفايده كام وبتزيد والفلوس عماله تزيد، هيجي الحمد لله البورصه تروح واقعه والاقتصاد يروح نازل والقرشينات اللي محطوطه يضيعوا. اعطي تعطى كيلا ملبدا مهزوزا تعطون تعطون. فين الكنيسه الاولانيه؟ ما كانتش بتحتاج ابدا، كانوا غلابه صيادين سمك وعلى باب الله كده، لكن ما كانش في حد منهم عنده احتياج. والكنيسه اللي هتغير مصر هتبقى النوع ده، هيخش ناس مش مؤمنين ويلاقوا خبز في بيوت المؤمنين، هيخش ناس مرضى مش هيلاقوا وزاره صحه، مش هيلاقوا ادويه لان الادويه مش هتستورد خلاص والدنيا هتقع بعد شويه، لكن هيخشوا المؤمنين يضعون ايديهم على المرضى فيبرعون. هتبقى الكنيسه بديل المستشفيات، والكنيسه بديل وزاره التموين، والكنيسه بديل بكل حاجه. الكنيسه الحقيقيه هي حضور الله وسط الناس. وحتى الناس لما تيجي ونقول لها عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد يقوله بالحقيقه امين، شفنا لاننا قد راينا وسمعنا وقد لمسته ايدينا. هي دي، هو ده التغيير اللي ممكن يحصل، يحصل مش هنا بس، هنا وفي العالم كله. بس هو ربنا قصد ان مصر تكون نموذج يصدر للعالم كله. واحنا بنقول للجماعة بتوع امريكا اللي سمعنا وكندا، هيجي يوم ونصدر لكم النهضة، وهيجي يوم ونصدر لكم الاقتصاد العالي، وما تزعلوش مننا، هيجي يوم وتكونوا نفسكم عندنا هنا، تيجوا تاخدوا فترة تكونوا نفسكم. ايوه صدقوني، اوعى تفتكروا ان الاقتصاد بس هنا هيقع، لا، الاقتصاد العالمي هيقع كمان. ويوم الاقتصاد العالمي هيقع هيكون ربنا عمال يرفع الاقتصاد ده علشان احنا ناكل العالم زي ما يوسف زمان اكل الايه العالم. هتيجي الايام دي. قلنا وصيه بوعد، قلنا المواظبه بنفس واحده، قلنا الامتلاء بالروح القدس، قلنا شركه المؤمنين. نمره 5، كنيسه مؤيده بالايات والعجائب تشهد عن المسيح وتعطيه المجد وحده. مهمه دي، شوفوا كده اعمال 3 في عدد 3. وكان رجل اعرج من بطن امه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل،
فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا. فلاحظ هما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وقام ومشي. ايه ده؟ هو بطرس ممكن يقوم؟ طب بطرس ممكن يدي فلوس معاه فلوس كتير؟ لا. بولس فقير؟ ولكنه يغني كثيرين. فقراء ولكننا نغني ايه؟ طب وليه يعني؟ وليه؟ ما جه في يوم من الايام واحد غني كده اسمه سيمون الساحر، عرض عليهم دراهم كتير وقال لهم الموهبه اللي عندكم دي غاليه قوي، انا انغنغكم وادوني شويه من اللي معاكم. قالوا له لتكن فضتك معك الى الايه؟ الهلاك. هم كانوا اغنياء بجد. اوعى تفتكر لو عندك قرشينات في انا جاي لمصر الجديده في احسن حي في ارقى حي في اغلى حته يعني متاسف يعني، اوعى تفتكر الفلوس اللي عندك هي سر غناك. الغنى الحقيقي هو انت لله ولا مش لله، انت ممتلئ بالروح القدس ولا لا، انت بتحب اخواتك في شركه بينك وبينهم ولا لا. ولو كنت كده ولو كنت المجد الله لابد ان تؤيد بايات وعجائب. كنيسه تؤيد بالايات والعجائب، تؤيد بالايات والعجائب. ولما هتؤيد بالايات والعجائب هتجتذب نفوس كثيره جدا. وهل دي صعبه؟ صعبه ان مانو كده باسم بعد ما شافوه؟ طبيعي الحاجات دي تحصل، فلما نتكلم على الحاجات دي لازم تحصل حاجات بسيطه كده. تعرفين النهارده انا قعدت على الفيسبوك كتبت مقاله جامده قوي، وانا كنت عايز احضر واحده، خدت لي ساعتين اكتب، كتبت قد كده ها، وبعدين بدوس على الزرار، دوست على زرار ديليت، مسحت كل حاجه، اتغصت شويه كده، اتغصت قوي. وبعدين ربنا قال لي انت متغصت ليه؟ ده انت ابليس متغاظ منك. قلت له مني انا؟ قال لي الكلام اللي انت بتقوله ده ابليس متغاظ، انا هديك زيه واحسن منه. خلص بقى روح الاجتماع وتعالى لي وانا ايه معاك للصبح النهارده، توقعوا بكره بقى تسمعوا حاجه جامده قوي. ما فيش مشكله يعني. طيب شكرا. بنقول كنيسه مؤيده بالايات والعجائب. في عدد 12 يقول فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب. مش يعني عمل ايات وعجائب وقال ايه عملنا معجزه. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا، ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاق، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل رئيس الحياة قتلتموه. وبعدين يكمل ويقول الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، وبالإيمان والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ويكمل في نفس الإصحاح ويقول إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.
لو كانت الكنيسة الرب شايف انها جاهزة انها تشهد للمسيح بالطريقة دي كان مش هيستخسر فيها الآيات والعجائب، هيديها الآيات والعجائب علشان الآيات والعجائب مش هيضروها، الآيات والعجائب هيفيدوا الشعب، الآيات والعجائب هيجيبوا ناس للمسيح، مش هيجيبوا ناس ليهم مش لزواتهم. لو كان احنا ناضجين ان احنا نعطي المجد لله هيدينا آيات وعجائب، ولو كنا احنا جرأة ان احنا نقف بعد آيات كبيرة مشهورة نقف قدام الكل قدام اخواتنا المسلمين والاخوان والسلفين ونقول كده ليس بأحد غيري الخلاص، هو ده الاسم اللي خلى ده يشفى، لو كنا جاهزين هيدينا المعجزات دي. لكن احنا ساعات بيبقى مش قادرين نقول وبالتالي مش قادرين ناخد. في اباء بيشهدوا عن المسيح وبيعلنوا ده والرب بيديهم ايات وعجائب، ولسه اكتر كمان احنا ساعات نفهم الايات والعجائب دي بتاعه الاباء الكهنه والاباء الاساقفه ورجال الكهنوت ويعني المشاهير اللي بيطلعوا في التلفزيونات والكلام ده. هو لا مؤاخذه يعني الراجل اللي اسمه سمعان الخراص ده كان بيشتغل ايه؟ اسكافيا، وكان عنده شغال بعين واحد فانوس منهم محروق، هو اللي خلعه. لكن عارف فين الجبل؟ الرب كده اختاره هو، وساعتها كان في بطرك قديس في الوقت ده قال للبطرك روح جيب الرجل ده، هو ده اللي طلع الجبل. انا عايز اقول الايام اللي جايه دي محتاجين نجيب ابونا مكاري ولا ابونا سمعان ولا نروح الدير الفلاني عشان نحط على جسد فلان يوم يطلع العفريت او علشان يخف. كل واحد الكتاب بيقول هذه الايات تتبع المؤمنين، بس انت امتلئ بالروح القدس وخلي فيه شركة بينك وبين اخواتك وقعد واظب على الصلاة والطلبة، هتلاقي الرب يعطيك بركة. ولما الرب يديك بركة اشهد عنه، اشهد عنه. كفاية عليكم، انا اتكلمت عن وصية بوعد، اثنين المواظبة بنفس واحدة، ثلاثة الامتلاء بالروح القدس، واتكلمنا عن شركة المؤمنين، واتكلمنا عن كنيسة مؤيدة بالآيات والعجائب تشهد عن المسيح وتعطيه المجد وحده. جه بطرس كده بعد ما قبضوا عليه وطلعوه فأوصوهم ألا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع، أجاب بطرس وقال بطرس يوحنا وقالوا إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا ألا نتكلم بما رأينا وسمعنا. خدوا بعضهم وطلعوهم ما قدروش يعملوا لهم حاجة. ناس جاهزة انها تشهد للرب، ناس وضعت في قلبها ألا تتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، ناس حطوا في قلبهم إعلاء اسم المسيح. لو لقينا كده، لو لقينا مجموعة كده البلدنا هتنهض. كنيسة كمان متسلحة بنية الألم. أول لما الإخوان طلعوا السفارات امتلأت، كله جري على السفارات. ها؟ وأنا مرة رحت كنت رايح خدمة كده أمريكا، الناس واقفة كده طوابير كل واحد يعدي عليا صلي لنا أبونا، إيه أصل دخل أخد الفيزا، كأني كأنه داخل يتناول مثلا يعني، هنا بيعدي عليا أديله الحل ياخد الفيزا، كل واحد يعدي عليا صلي لي عشان يخش ياخد الفيزا، صلي لي يا جماعة إيه الحكاية؟ بس تبقى مصيبة لحسن لو يخش ما ياخدش الفيزا، يخش ياخد ريفيوز يرجع يبقى مشكلة. ليه؟ بس ما حدش عارف بكرة في إيه، هو بكرة ده بتاع مين، هو فين ضابط الكل، هو أنت مالكش حد مسؤول عنك، وانت عايش بدماغك، انت عايش بدراعك، انت بتختار زي لوط. خلي بالك ممكن يغيروا اسم امريكا وكندا ويسموها سدوم وعمورة، ممكن وتبقى انت اخترت
الاختيار السيء. ما تجريش انت ورا الارض المعشبة، لكن قول له يا رب انت عايزني ابقى فين. عارفين ليه بيجروا دول؟ لان هم مش متسلحين بنية الالم. لكن في واحد تاني قال ايه؟ من اجله قد خسرت كل الاشياء. هيعملوا فيك ايه؟ من اجلي قد خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لاجل فضل معرفة المسيح. هيعملوا فيا ايه؟ هيعملوا فيا ايه؟ في ناس بتخاف قوي وفي ناس جدعة قوي. دي راجل عنده 85 سنة جه للمسيح من زمان، وبعدين افتكروه قريب يعني في اواخر عصر حسني مبارك كده، قال له تعالى هنا. هو انت مش كنت كده وبقيت كده؟ تعالى لي هنا. قال لهم ده الكلام ده من زمان، ده انا من الستينات، افتكرتوني دلوقتي؟ قالوا له اه. فراحوا واخدينه، الراجل يعني عنده بؤجه كده بيحط فيها الادويه وبؤجه بيحط فيها هدومه، خد الحتتين ومشي بيهم ودخل، راح معاه المعتقل، دخل على السجن. الراجل قال ارموه في الزنزانه لانك حطوه في زنزانه فرداني. وقف قدام ربنا ما قالوش ليه كده يا رب بعد السن ده كله وبعد الخدمه وانا ياما اتعذبت وتعبت وشلت صليب كفايه يعني غد 85 سنه وتبهدلني؟ ما قالش كده. عارف وقف قدام ربنا قال له ايه؟ قال له اشكرك، اشكرك لاني لسه ما رميتنيش في الخرده، ليه يا شغل عندك لغايه دلوقتي، اشكرك لاني لست للامس، لانك اله صالح الى الشيبه ايضا يثمرون. اشكرك. دخل قال له انا بس فهمني انت جايبني ليه، انا عارف انك جايبني في ارساليه جوه السجن. فدخل السجن ما لقاش حد معاه، حطوه في زنزانه فرداني. قال له حلو يا رب، يبقى انت حطيتني النهارده اخدها ليله صلاه، اخدها ليله صلاه يبقى بكره في شغل. خلص الليله دي، طلعوا منهم الصبح موقفينهم طابور علشان يخشوا الحمام. فوقف في الطابور لقى شاب صغير قدامه مدلع كده، شاب امور كده شكله يعني متربي في بلاد بره يعني بعيد عنكم، قصدي قريب منكم يعني. فالمهم الاخ اللي قدامه عمال يعيط، قال له بتعيط ليه؟ قال له انا جاي من سويسرا وانا فهمت ان في حريه، فقلت للسواق انا امنت بالمسيح عايز اغير الباسبور. فقال له طب تعالى حبيبي غير لك الباسبور، وجابني هنا. خدوا على امن الدوله، امن الدوله خدوه هنا. قال له طيب انت زعلان ليه؟ قال له لا بابا عارف ولا ماما عارفه ولا اخواتي ولا حد يعرف ولا السفاره، انا مواطن سويسري محدش يعرف عني اي حاجه، انا مخطوف اتحطيت هنا. قال له معلش ما ربنا بعتني عشان اخد بياناتك، اسمك ايه؟ راح مشمر دراعه كده وكتب بياناته على دراعه، وراح قفل القميص تاني ودخل الحمام وطلع. الضابط قال له تعالى راجل عجوز انت. قال له ايوه. قال له انت ايه اللي جايبك هنا؟ قال له الضابط زميلك بتاع امبارح. قال له امشي يا راجل بلاش تخريف، امشي امشي يلا امشي. قال له امشي. قصه حقيقيه، الرب بيستخدمه رغم 85 سنه علشان ينقذ واحد، طلع عمل قضيه طلع صاحبنا في يومين. هو ده الرب. بس عارف استخدم الراجل ده ليه؟ لان الراجل متسلح بنيه الالم، شمه. الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. الرب عايز يستخدم ابطال، مش عايز يستخدم عيال، مش عايز يستخدم ناس يقولوا يا مامي، مش هينفع. عايز رجاله. الايام اللي جايه دي عايزه رجاله، اللي مش راجل يروح، حتى الستات اللي هم مش راجل يروح. بولس قال كونوا رجالا، صح؟ قالها للستات والرجاله والعيال. الايام دي ايام رجاله، ابطال مش اطفال. لما كنت مش قادره تبقي راجل اقفي قدامه كده وقولي صنع مني رجل، والرب هيبعت لك ناس كده تنهض الابطال وتنفخ التراب اللي عليهم وتلمعهم وترجعهم ابطال. تخافش، ما تخافش، مغاره عدلان بتاعت داود طلعت رجاله عرفهم ينتصروا. شاول والقصر بتاعه والجبابره بتوعه ما قدروش عليهم. اقف قدام الرب وقال له صنع مني بطل، اتسلح بنيه الالم. وعلى فكره على قد ما تتسلح بنيه الالم مفيش الم يجي فيك خالص. واللي بيجري من العفريت ولا بيهرب من العفريت، العفريت بيجرى له ايه؟ بيجي له.
امسك في يسوع، قول وضعت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. هتلاقي الشيطان مسحوق تحت قدميك، لكن لو خفت من الشيطان وجريت قدامه هيجري ويأذيك. اخر حته بقى وكفايه، كنيسه تصلي لتمارس دورها. لو كانت الكنيسه بتاعتنا فيها ماسكه بالوصيه، وصيه موعد، مواظبه بنفس واحده، ممتلئه بالروح القدس، في شركه بين المؤمنين، مؤيده بالايات والعجائب لانها تشهد عن المسيح وتعطيه المجد وحده، كنيسه متسلحه بنيه الالم، كنيسه تصلي، كنيسه تتجمع تصلي. طب انا بصلي فين يا قدس ابونا واحنا عندنا ابونا منع اجتماعات الصلاه في الكنيسه؟ وياما ناس، انا دلوقتي الايام دي اصل ابونا اندراوس منفتح شويه وبيطلع في القنوات وبيطلع في البروستانت والكاثوليك وخلاص عملها ميغا يعني، فبيجوا يشتكوا له الارثوذكس ويقولوا له احنا عايزين نصلي وابونا مش عايزنا نصلي عشان اشتم في ابونا. بس انا الحقيقه اشتمهم واقول لهم انتم اللي خايبين، والعيب مش على ابونا، العيب عليكم. ليه اروح نتخانق معاه ونعمل اجتماع صلاه بالعافيه؟ يا اخي ما تروح تتجمع انت وجارك واخوك وصاحبك واركع وصله. هو ربنا ما بيروحش غير في الكنيسه اللي على ناصيه الشارع، وبقيه الشارع ما يخشهاش، ممنوع. قضيه وهقولها علنا وبوضوح وفي في التلفزيون، ان النهضه مش هتيجي في كنايس مبنيه، النهضه هتيجي في كنايس حقيقيه وركب محنيه وقلوب متحده اينما وجدت. النهضة هتيجي من كنيسة متحدة، مش على أساس قداسة البابا وصفوة البياضي والأنبا استفانوس أو أي حد، صح؟ أنبا مين؟ أنبا إبراهيم أو أي حد من الآباء الكاثوليك. يعني مش هتبقى المسألة كده، المسألة هتيجي لما يتحد الشعب بقلب واحد. الآباء اللي هم رؤساء كنايس دول شغلتهم يخدموا الشعب. لو الشعب عايز الرب الاباء هيمشوا وراهم. بس يا ترى قلناها قبل كده، يا ترى في كنيستك في بيتك اتعملت كنيسه ولا لسه؟ الايام اللي جايه هتبقى الكنيسه في البيت، لان ابليس ما يقدرش يقفل بيتك. ممكن يقدر يحارب مبنى كنسي ويمنع ناس تروح، لكن ما قدرش تجمع انت وعيلتك، انت وولادك، انت ومراتك، انت واخوك، انت وجارك، جمعوا واركعوا وصلوا. هتقول لي ومين يضمن التعليم الصحيح اللي موجود في هذا الاجتماع؟ مين صحيح؟ الروح القدس. واحنا مش طالبين مفسرين يا جماعه. لو واحد منكم قعد كده على الكنبة واشتغل في دار الافتاء قول له متأسفين يا عم المفتي، مش عايزينك، احنا مش عايزين الافتاء، احنا عايزين حضورا للروح القدس. اقرأ آية ونفذها، اقرأ آية وصلي بيها، كلمني ومتعني بيك وروحني بحضورك. هو دي الكنيسة اللي هتحصل، وهي دي اللي هتعمل نهضة. ساعتها نقعد نقول بقى هما اللي قاعدين على كنبه الانتريه دول، اللي ناحيه ده بروتستانتي، اللي في النص ده ارثوذكسي، واللي هيقع ناحيه ده كاثوليكي. الثلاثه دول قاعدين، ما حدش هيقول كده. الكنبه دي كلها هتبقى كنبه مسيحيه، ما حدش هيقدر يميز بين واحد وواحد، هيبقوا عيله واحده، هيبقوا قريبين من بعض، هيحبوا بعض. ولما هيجوا ياكلوا هياكلوا بفرح، ولما هيجوا يخرجوا هيخرجوا بفرح. في بساطه، في حياة مسيحية حقيقية. حد عايز الكلام ده يرفع ايده لو سمحتوا كده. حد عايز لكن في ناس رافضة، وفي ناس لسه متعلقة بالجدران، وتبقى قاعدة عاملة زي سوس الخشب اللي قاعد في كنب الكنيسة. بس خلي بالك هيجي يوم والكنب يتحرق والسوس يموت. يجي وقت والجدران تقع والناس تضيع. احنا في الكنيسة بنقول اين هي قلوبكم؟ هل قلبك عند ربنا ولا قلبك عند الكنيسة؟
دي حاجة خطيرة جدا. احنا مهم ان احنا نكون في الكنيسة، مهم يكون لنا الشعائر الدينية بتاعتنا، مهم ان احنا نصلي مع بعض، مهم الحاجات دي كلها، لكن الاهم انت قلبك فين. احنا بنصلي في القداس، لو في حد ارثوذكس، في مين كام واحد ارثوذكس يرفع ايده كده، وانتوا كلكم في كل حتة. ما علينا، احنا في القداس بنقول بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت ايه؟ ليه بنصليها كأشية كاملة؟ ليه؟ ده احنا بنصليها بنتضرع على الله، بنقول له يا رب خلي بيوتنا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. عارفين ليه؟ لان هو ده نواة الكنيسة الحقيقية. تسكن بقى في نيس، في بلاد، في حتت، مش مهم، بس طهارة، بيوت بركة. لو حصل الكلام ده مصر هتلاقي سكتها، وهتقوم من كبوتها، وهتعرف خلاصها، وهتتولد مصر في يوم، ولما هتتولد هتتولد جبارة، والرب هيعوضها عن كل الأزمنة اللي كلها الجراد، وهيعطي حياة، وهتبقى نموذج هيصدر لكل العالم. أمين. ربنا معاكم. أنا مش هوعظ، ما تتخضوش. بصوا اللي سمعناه ده كيفنا منه قوي. أنا كيفت يعني، قاعد كده يا طرب نغم بيتقال، صح؟ عايزينه يبقى حقيقة، مش عايزينه يبقى كلام دينونة علينا، لكن عايزين كلام اللي سمعناه ده كلام يغير. كلمة ربنا فيها سلطان. في العهد القديم الشعب بيصرخ لربنا، قال لهم دخول الأرض والبركة والتغيير مرتبط بالقداسة. تقدسوا غدا أصنع في وسطكم. ده اللي قاله أبونا النهاردة، إن الكنيسة الحقيقية اللي كنا بنسمع عنها دي كنيسة مقدسة، كنيسة ممتلئة بالروح القدس، كنيسة مصلية، كنيسة بتتكلم الكلام اللي ربنا بيقوله، بتعيش زي ما ربنا عايزها تعيش. فتغير المجتمع والبيت يتغير. إحنا بنيجي الكنائس، ما زعلوش مني، وبيوتنا مليانة مرارة ومليانة غربة ومليانة حزن ومليانة خطية ومليانة شهوة، مش تغيير. بس نقعد في الكنيسة فرحانين. النهاردة ربنا بيتكلم لكل واحد فينا. عايز تشوف تغيير في حياتك؟ عايز تشوف تغيير في البلد؟ عايز تشوف تغيير في عيالك؟ بتبدأ بيك، تعيش حياة القداسة، تعيش الكنيسة الحقيقية. مش كده الوقت الجاي هيبقى وقت صلاة، نصلي عشان كل اللي سمعناه النهاردة، وهنصلي الآيات وعجائب تحصل وسطينا الليلة، صلي أرواح شريرة تهرب من الناس وأمراض تخف، هنصلي ربنا موجود. بس ربنا عايز ناس طلبه بكل قلبها. يقوله كده في مزمور 50، ادعوني في يوم الضيق أعمل إيه؟ أنقذك. بس ادعيني بقلبك مش تمثيلية، ادعيني وانت متعلق بيا، ادعيني وقلبك مصدق وذهنك مصدق إن أنا أقدر أعمل آيات وعجائب. اسمحي كلنا نقف كده في الوقت الجاي وإحنا بندخل محضر ربنا النهاردة. مش عايزينه يبقى اجتماع عادي، تعودنا نقف في الاجتماعات ونصلي ونرنم، لا. النهارده هناخد الوقت ده بصوره شخصيه، كل واحد مع ربنا، كل واحد بينه وبين ربنا النهارده. النهارده الروح القدس حط قدامنا مواصفات الكنيسه، مواصفات الشخص اللي حسب قلب الله، والبيت اللي حسب قلب الله، والكنيسه اللي حسب قلب الله. انت من دول ولا مش من دول؟ انت شخص مصلي؟ انت شخص ممتلئ بالروح القدس؟ انت شخص معطي في شركة بينك وبين المؤمنين؟ انت شخص عايش في القداسة ولا عايش في النجاسة؟ انت غريب ولا متمسك بالأرض اللي انت عايش فيها؟ بطرس بيقول لهم كده، اطلب اليكم ايها الاحباء كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية. انت غريب، انت مش من هنا، انت من حتة تاني خالص، انت مش مصنوع من ايدي بشرية، ومش موجود لاحلام ارضية، لا للغنى ولا مش موجود لكده خالص.
محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي خاطي برجلي وشفيني. إلمسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك والويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي خاطي برجلي وشفيني. إلمسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك والويني. أنا محتاج لمس تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، وأنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. هو عنده سلطان، عنده سلطان بيكسر الايد، الايد اللي انت مربوط بيه بقالك سنين طويلة، ايد الطمع، ايد حب المال، ايد الشهوة، ايد النجاسة، ايد الكذب، ايد تعظم المعيشة، قيود الكبرياء. عنده سلطان يجي النهاردة ويقول للي ربطك انكسر عنه فينكسر، ان هو ربنا هو يقدر يعملها. مش نفسي كلنا نغمض عينينا في اللحظات دي؟ أنا أرجوك خلينا كلنا نغمض عينينا وادعي يسوع قلبك النهاردة. قول يا رب جاي أطلبك، جاي أطلبك تدخل قلبي الليل يا رب، جاي أطلبك أنت القدير تمتلكني الآن يا رب، تمتلكني الآن. أنا برحب بيك يا رب، برحب بيك. أنا عشت معتمد على نفسي سنين طويلة، والنتيجة أحزان وأمراض ومخاوف وخطية وقيود وانكسارات. النهاردة جاي أسلم الكل ليك يا رب، سلم الكل لربنا النهاردة، قل له حياتي بين إيدك يا رب، بيتي بين إيدك، عيالي بين إيدك، شغلي بين إيدك، فلوسي بين إيدك، مرضي بين إيدك، خطيتي بين إيدك، شهوتي بين إيدك. أنت تقدر تعملني من جديد، اعملني يا رب الليلة من جديد. أنا جاي أدعوك
يا رب تدخل قلبي الليلة. ادعو المسيح النهاردة يدخل قلبك ويشيل القلب اللي بقى حجر تحجر دون ومش عارف يحبه ومش عارف يمشي وراه، ويعمل قلب جديد، قلب نظيف، عينين نظيفة، ايدين نظيفة، افكار نظيفة، رجلين نظيفة، ايدين نظيفة، جسد كامل مقدس يقدر يعمل كده النهاردة. قل يسوع انا محتاجك، تعالى لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، ده انت الإله. أنا عندي ما صدق وصدقيني، هو موجود دلوقتي اللحظات دي. مد إيدك ولمسه الليلة، لمسة شفاء، لمسة حياة، العروسة في سفر النشيد بتقول العريس الكلمات، العريس بيقول العروسة الكلمات دي، هو بيقول لها الكلمات دي، بيقول الكنيسة الليلة الكلمات دي، بيقول لك الكلمات دي، بيقول لك الكلمات دي. حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. إيه ده؟ عينينا تغلبه؟ اللي يبص النهاردة في عينيه، اللي يبص في عينيه يسوع يعمل له اللي هو عايزه. ما اقدرش اقف قدام عينين الكنيسه، الكنيسه اللي بتترجاني، المؤمن اللي عينيه بصه فيا متعلقه فيا بيكسب، بيهزم خوفه، بيهزم خطيته. فين العروسه ترد عليه تقول له ايه؟ علم فوقي محبه. العلامه المميزه لحياتي ان محبه ربنا باينه، ان محبته ليا باينه في كل امور حياتي، في
أموري المادية، في أموري في البيت، في أموري في الشغل، في الأمور كلها علم بيرفرف على رأسي اسمه إيه؟ محبة الله. ده اللي قال عنه بولس، محبة الله، لأن محبة المسيح تحصرنا. أنا ببص شمال محبة ربنا قدامي، ببص ورا محبة المسيح، ببص قدام محبة المسيح، ببص كده محبة المسيح، أنا متخرق في محبة ربنا رغم أن الظروف صعبة، فمش مهزوم، فمش مكسور، بس عايز عينين تبص عليه، عايز عينين مليانة بالإيمان بص عليه. ارفع عينك قول يا رب انا عينيا بص عليك الليله، جاي اترجاك يا رب النهارده، جاي اترجاك، عايز اغلب، عايز اغلب، لن اطلقك زي يعقوب غلب، ان لم تباركني، ان لم تغيرني، ان لم تشفيني انا مش هسيبك الليله، مش هنمشي من الكنيسه. قول له انا مش هخرج من الكنيسه الليله رب من غير ما اغلب واخد انك موجود. يا عجبا مخلصي قد مات من اجلي وسفك حبني وحبنا كلنا، جاي يقول لك الكلمات دي الليلة، نعمة لكم وسلام. ربنا جاي يقول لكل واحد فينا نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض، بيأكدها بكل الطرق من السبعة الأرواح. الروح القدس بيقول لك نعمة وسلام، الابن يسوع يقول لك نعمة وسلام، ملك الملوك ورب الأرباب بيقول لك نعمة وسلام الليلة لكل واحد مضطرب الأيام دي، كل واحد هو خارط، كل واحد حزين في نفسه، كل واحد مكتئب، كل واحد فقد الأمل، كل واحد فقد الأمل في نفسه أو في شريك حياته أو في عياله أو في شغله أو في البلد، النهاردة جاي يقول نعمة لكم وسلام. قلوا أنا جاي أمسك في النعمة دي يا رب النهاردة، جاي أمسك فيها، اتمسك بالنعمة بتاعته واتمسك بالسلام بتاعه. من أحلى السلامات اللي بيقولها الأباء الكهنة الأرثوذكس، يقول لك سلام والنعمة، صح؟ المسيح شخصيا بقى، مش أبونا جاي يقول لك سلام والنعمة، ده يسوع نفسه
يقول لك سلام ونعمة، نعمة وسلام ليك من الروح القدس، مني من الابن يسوع المسيح، من رئيس ملوك الأرض، من اللي قام من الأموات، البكر. غمض عينك معايا الدقيقة دي، قول يا رب جاي أخد منك النهاردة نعمة وسلام. في وسط ظروفي الصعبة، في وسط تحدياتي، في وسط انكساري، في وسط خوفي، في وسط خطيتي، النهاردة أنا متمسك يا رب، أخد منك نعمة وسلام لأنك موجود في الكنيسة. أنت موجود هنا يا رب، أنت موجود، أنت موجود. أنا عايز نعمة، نعمتك غنية يا رب، قوي قوي قوي. نعمتك تحررني من خطيتي، النعمة اللي نادت على شاول يا رب، اللي غيرت شاول تغيرني. النعمة اللي شالت الخوف من قلب بطرس والتلاميذ، تشيل الخوف من قلبي وتديني سلام. في ناس خايفة كتير النهاردة، ربنا جاي يقول لك سلام يا ابني، سلام يا بنتي، سلام. أنا بقول لك سلام، صدق اللي أنا بقوله، وبقول لك نعمة غنية تغمر حياتك، صدق وصدق اللي أنا بقوله، عشان أنا مش برجع في كلامي، عشان أنا مش بكذب، وعشان أنا مش إنسان محدود، أنا رئيس ملوك الأرض. سلام الله سبته لينا، مش زي العالم تدينا، ومدام روحك عايش فينا شعبا دايما في سلام. سلام الله سبته لينا، مش زي كلام ربنا قاله في أشعياء 51. الكلام ده للناس موجودة وسطينا، خدوا من ربنا، خدوا من ربنا. أشعياء 51 وعدد 12، ربنا بيقول الكلمات دي: أنا هو معزيكم. لكل واحد مضطرب، كل واحد قلقان، كل واحد خايف، ناس عايشة في رعب كتير الأيام دي، من ناس ومن أخبار، تفزعي دائما من غضب المضايق عندما هوي الإهلاك. وأين غضب المضايق؟ بص حواليك، اللي جاية دي ليك بقى. سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب. في ناس خايفة من الموت، يمكن في ناس عندها مرض مخوفة أن المرض ده يموتها، بيقول لك لا يموت في الجب،
ولا في الازمه ولا في الفخ اللي معمول لك لن تموت. طب والازمه الاقتصاديه الطاحنه مش هنلاقي ناكل ولا يعدم خبزه. يعني لا يمسك ولا يمس دي اللي احنا مجننانا. دي مجننانا عملنا مشاكل. واحد بيبقى جعان بيبقى عصبي مش كده؟ وعايز ياكل اللي قدامه. يقول لك ما تخافش. ما تخافش من اللي بيخطط. ما تخافش من الحاجه اللي تموت. ما تخافش من الاحتياج المادي. ما تخافش. عارفين ليه؟ لان انا صانع باسط السماوات وانا الخالق. طب هيعملها ازاي؟ مالكش دعوه يا اخي، انت حشري ليه؟ هو يعملها بطريقته. هيصرف علينا ازاي؟ هو يعرف يعملها. هيشفيني ازاي؟ ما انا بصلي بقالي سنين وما خفتش. يا حبيبي مالكش دعوه، صدق. وانا في وقتي صدقت. كم واحد مصدق ربنا الليله؟ مش اجتماع نرفع ايدينا يا جماعه، احنا الاسيس يعني ابونا اندراوس قال الموضوع مش بجد. كم واحد مصدق ربنا بجد؟ بجد؟ مش خايف ولا من الهجره بكره ولا من المجاعه ولا من المرض؟ طيب احنا هنعمل حاجه الوقت الجاي. شايفين الصليب ده عند الهالكين اسمه ايه؟ واحنا عندنا ده ايه؟ قوة الله. هنيجي بكل احتياجاتنا ومخاوفنا عند قوة الله الحقيقية. قول له يا رب انا عايز منك الليلة القوة دي تخترق حياتي. القوة الصليب تخرج قوة من الصليب. تكرهني في الخطية، تشيل الخوف من قلبي، تملأ قلبي بالسلام. تديني قلب وحياة وفكر وضمير جديد، لأن في الصليب ده في قوة. مش كده وإحنا بنسبح مع أخونا جيبو؟ احنا عايزين نركع عند الصليب ده، يمكن حتة دي صغيرة. اقعدوا. ممكن تقعدوا؟ اللي مصدق تعالى عند الصليب اركع، ولو ما فيش مكان بعد ما تتملي اقف. واللي ما عندوش احتياج ومبسوط وحياته حلوة خليك قاعد مبسوط زي ما أنت، مالكش دعوة. كتاب بيقول في يعقوب حاجة هنعملها برضو كده، حاجة نبوية. يقول ايه في يعقوب 5؟ على احد بينكم مشقات فليصلي. اي حد فيكم تعبان ومتضايق يعمل ايه؟ يصلي. طب واللي فرحان؟ امسرور احد؟ ما هو الترتيب نوع من الصلاه. فوانت تعبان تصلي، وانت عندك مشقه تصلي، وانت عندك احتياج تصلي، وانت عيان تصلي، وانت فرحان وظروفك زي الفل وعشر على عشر تصلي برضه. أمريض أحد بينكم فليدعي شيوخ الكنيسة فيصلي عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيم وإن كان قد فعل خطية تغفر. إحنا عايزين نعمل ده الليلة. جاي جبت زيت، أنا طلبت زيت، وأبونا اندراوس معانا. هنعمل الوصية الكتابية. أمريض أحد بينكم هاتوا شيوخ الكنيسة يعملوا إيه؟ يدهنوه بإيه؟ بزيت، وصلاة الإيمان المريض وإن كان فعل خطية ومربوط بالشهوة والنجاسة والسرقة والطمع. احنا عايزين نعمل ده لأن احنا مش هنلعب كنيسة تاني. خلاص الزمن ده كان زمان، نيجي لابسين نظيف وعاملين شعرنا نصلي ونروح. الزمن ده هنقعد في محضر ربنا لغاية لما تخرج قوة منه تغيرنا وتشفينا وتغير ما بداخلنا. أمين. مش كده وبيبو بيقودنا في التسبيح؟ اللي عنده احتياج تعالى هنا، اوعى تتكسف. المسيح لما تعلق على الصليب امام مرأة ومسمع من الجميع، ناس العالم كله بيتفرج عليه وهو عريان وهو بيتزل وهو بيتشتم، ما اتكسفش وقال طب ما نعملها في بيتنا. لا 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 لا، قدام العالم كله اوعى تتكسف، تيجي تركع قدامه قول يا رب الصليب ده في قوة ليا الليلة. امين. واحنا في التسبيح والباقي كله مغمض عينه، تعال عند الصليب، ولو ما فيش مكان اقف في مكانك، بس الأماكن لسه كتير. مين؟ مين يا رب؟ أنت موجود يا رب الحقيقة، أنت موجود في المكان ده. أنت موجود يا رب، أنت موجود، أنت موجود. يسوع، أنت موجود يا رب. صليبك قوة شفاء. مين يسوع؟ خلونا نضم كده على بعض، تعالوا
النهارده تعالى للمسيح زي ما انت، تعالى عند الصليب ده، ارمي كل الاحمال وكل الاتعاب وكل الاحزان. هو شال الكل في الصليب، انت ما تشيلش، خليه هو يشيل عنك الليله. واعلن ايمانك في قوه صليب يسوع المسيح، اعلن ايمانك في دم يسوع المسيح. دم يسوع ده غالي قوي 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 قوي، مش كانت لفتره زمنيه والمجموعه معينه من البشر، لا لا لا، ده دم بيشفع زي ما كاتب الترنيمه قال، بيشفع في الملايين اللي حطوا إيمانهم في الصليب وحطوا إيمانهم في الدم. تعالى النهاردة قلنا يا رب أنا عايز أبقى تحت حماية دم يسوع، عايز أبقى الدم يبقى عليا. بس الدم هيبقى عليك لما أنت تبقى مدي حياتك للمسيح. مش كده النهاردة؟ صلي الكلمات دي، صلي الكلمات دي. Thank you.
موجود يا رب، انت موجود في الوسط. مصدقين فيك يا رب، جينا نعلن إيماننا فيك يا رب إنك موجود في وسطنا الآن، أنت موجود هنا يا رب، وإحنا جايين يا رب كده أولاد يا رب، أولاد متعلقين بأبوهم يا رب. يا رب أنا بصلي لكل واحد وواحدة النهاردة يا رب جه رمى أحماله عن الصليب دلوقتي يا رب، الآن قوة تخرج منك الآن يا رب، الآن 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 لشفاء أجساد كثيرة موجودة رب، والأمراض كثيرة موجودة، أمراض نعرفها وأمراض ما نعرفهاش يا رب، كل ربط موجودة في الجسد تحل الآن يا رب، تحل الآن بسبب حضورك يا رب، بسبب دمك، بسبب قوة صليبك يا رب. النهاردة حرية للأجساد يا رب من الأمراض، اصنع آيات وعجائب يا رب، اصنع آيات وعجائب عشان يسوع يتمجد في وسط البلد دي يا رب. احنا بشكرك، بشكرك عشان ناس هتشفى الليل يا رب، لأن في حضورك في شفاء يا رب. احنا بنعلن حضورك حضور الشفاء، بنعلن حضورك حضور السلطان الالهي على الناس يا رب، على الاجساد الموجوده. اشكرك لان في ارواح شريره تهرب من الاجساد يا رب الان، ارواح نجاسه، ناس ارتبطت بيها سنين طويله، النهارده يا رب تتحرر، تتحرر من شهوات ونجاسات وحاجات كتيره بتتعمل في الضلمه، هيتفكوا منها الليله يا رب. اشكرك، 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 اشكرك. كل اعاقه رب، كل اعاقه في النفسيات، المكتئبين يا رب، انت العلاج الوحيد للمكتئبين يا رب، انت العلاج الوحيد للمحبطين والخائفين. اشكرك النهارده ناس تطمن يا رب، ناس تطمن ليك المجد في كنيستك. هو امس واليوم وإلى الأبد، نحن نعلن الشفاء يسوع، نعلن الشفاء يسوع، هو أمس واليوم. Die!
فرحنا في مطلوب في سيرك اكتب مسسنا والسجود يملانا بالتقدير وفرحنا في مطلوب انت يسوع امبارح النهارده وبكره هو مش بيتغيرش واللي خرج من فمه يحصل. نفسي في الكنيسه هنا المسؤولين عن الكنيسه يجيبوا سبت. احنا عاملين سبتين في قصر الدباره، طلبات واستجابات، عشان اللي ربنا يشفيه ويغيره حط اكتب وقول انا ربنا لمسني، انا ربنا غيرني، انا ربنا شفاني، عشان دي علامة عن ايد المسيح اللي بتشتغل في الكنيسة. امين. احنا نكمل صلاة ما خلصناش، ها لسه عندنا قضية كبيرة هنصلي لها. عندنا ميت عايزينه يقوم، مرضى يخفوا دي سهلة مش كده، وميت يقوم برضو سهلة، ها بس عايزة صرخة. في بلد بتغرق، فاكرين بطرس هو بيغرق؟ المسيح قال له ايه؟ لما تشرب شوية مية تاني كده واشوفك تتعذب حبتين. يقول الكتاب لما صرخ بطرس قال له يا رب ايه؟ نجني. يقول فمد يسوع يده في الحال. احنا عايزينه الايام دي يمد ايده لمصر، عايزينه ينتشل البلد دي اللي بتغرق. مية دخلت الى اعماق السفينة خلاص، مش باين منها غير حتة صغيرة وهتنزل. عايزين نقول له الحق يا رب. خليكم في اماكنكم، خلينا نقف كلنا كده ونرفع ايدينا نقول يا رب مد ايدك لمصر الايام دي. يا رب مد ايدك، انت قلت ضاربا فشافيا، احنا بنقول لك مد ايدك يا رب الايام دي، مد ايدك، مد ايدك وانقذ بلادنا الايام دي. يا رب انقذ بلادنا، واعلن عن ابنك، اعلن عن يسوع، اعلن عن يسوع للملايين الايام دي. يا رب احنا مش عارفين ازاي، رؤى احلام امين، شفاء وايات وعجائب امين، اعملها بالطريقه اللي انت عايز تعملها بيها، بس اعلن عن نفسك يا رب في البلد دي. انت الامل، انت الامل. في شعارات كانت مرفوعه كتير مش عارف ايه الحل، مش كده؟ احكوا علينا، ما طلعش الحل ولا حاجه، عماله ايه؟ اغرق. بس المسيح هو الحل حقيقي مش اللي مزيف، مش كده؟ عايزين كلنا كده وابونا بيحط زيت على الناس وبيصلي معاهم. مد ايدك لمصر، يا اللي واقف فوق يا اللي واقف ورا، قول يا رب مد ايدك، مد ايدك للشعب دوان يا رب. تعالى برحمه، تعالى تعالى بشفقه، تعالى بحنان يا رب على البلد دي. الناس دي امينه جدا يا رب، سنسير جدا، عايزينك بس بيطلبوا الغلط، احنا عايزينهم يطلبوا الصح يا رب. عايزين عايزين عايزينك تبقى معروف، تبقى معروف في البلد دي. ونزلت لأنقذه، استخلاه
زيت بركة وكل حاجة، بس يعني مش هيجيب الفيزا صدقوني. ده اوعى تكون جاي تاخد الزيت عشان الفيزا. نفسي واحنا واقفين كده، اللي واقفين خلونا كل اتنين او ثلاثة نقول له رب النهاردة تعالى لمصر، نصلي مع بعض. حتى لو مش متعود تصلي مع حد، صلي مع اللي جنبك قول له تعالى رب مصر الايام دي. احنا بننادي عليك، شعبك كنيستك جايه تنادي عليك، تقول لك يا رب بارك البلد دي يا رب، تعالى بزمن جديد على مصر الايام دي يا رب، تعالى بفجر جديد، تعالى الشمس تطلع من جديد يا رب، لان الضلمه غطت الارض قوي يا رب، غطت البلد دي قوي. تعالى بنورك يا رب، تعالى بنورك، تعالى بنورك، تعالى بشمس جديده، بحريه جديده، بفجر جديد. الناس يا رب تختار تعبد مين وتمشي ورا مين يا رب. احنا بنصلي من اجل زمن جديد للبلد دي. تبارك مصر يا رب، بارك مصر، بارك الاقتصاد وبارك الصحة، بارك التعليم، بارك الشعب، بارك البيوت، اصنع أمور وآيات وعجائب الأيام دي يا رب. عشان مصر دي بتاعتك يا رب، مصر دي ملكك، مصر دي ملكك، الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت الساكن فيها. دي مش بتاعت إبليس، مش بتاعت حد، دي بتاعتك. استردها يا رب الأيام دي، استردها، استردها. خلونا عشان الوقت بتاع الاجتماع، أبونا موجود بعد الاجتماع للي عايز، فخلونا عشان الاجتماع نقدر ننهي الاجتماع ونكمل اجتماعنا. يعني أبونا هيرش مية بعد شوية، فبدل الزيت برضو المية كويسة وهو موجود. فخلونا نقف كلنا كده وإحنا بنصلي لمصر، وإحنا بنتغنى للمسيح إنه يأتي إلى بلادنا الأيام دي. قلنا رب بارك البلد دي، بارك الشعب ده، الأرض دي بعتك، الأرض دي ملكك يا رب. الاجتماع الحد، يوم الحد في كنيسة المسيح الساعة 7 هنا هو. وبالمناسبة قصر الدبارة بكرة احنا فاتحين عادي جدا، الدنيا امان. الساعة 11 الاجتماع شغال، مش هنشوفه على سات 7، هنيجي الكنيسة. امين. طرق كويسة جدا وزي الفل. ليه بتشوفوا عنينا مش كل الحقيقة؟ في عالم روحي في السماء وفي اللامشيئة اللي
كل الحقيقة في عالم روحي في السماء في لله مشيئة كلمة صلاتنا غير التاريخ تعال يا رب بنطلبا وبنصرخ وللي مدع شنه صوب في قلوبنا حبا كلنا أحسان لبعدك الممدودة صايد وعجائب والكل يعرف اسمك شوق السماء كده نرفع ايدينا واحنا بنختم الاجتماع نصلي مع بعض يا ابانا الذي في السماوات لتقدس اسمك لياتي ملكوتك تاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين احنا ما خلصناش واله السلام يعطيكم السلام من كل ناحيه نعمه ربنا يسوع المسيح حبه الله الاب وشركه الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الان والى الابد امين